بص انا هقول لك، انت مش شخص نكدي ولا انت كئيب ولا زي ما هم بيقولوا، ما تسمعش كلام الناس دي. كل حكاية بس ان انت مريت بشوية حاجات، انت محتاج تكون لوحدك، وقت صعب، مرحلة محدش هيفهمها، محدش هيقدر اللي بيحسها دي غيرك، مرحلة مخليك ساكت اغلب الوقت، قاعد لوحدك، قاعد في اوضتك، لان كتر الكلام بيرهقك، لان اكتر من اي وقت فات انت عايز تقعد لوحدك، فطبيعي تهرب من التجمعات ومن الناس ومن اصحابك، لانك ما تعودتش حد يشوفك ضعيف، فانت مش عايز تقعد تتكسر قدام الناس، ومش عايز تطبطب عليك. خد بالك من حته، انا مش عايز حد يطبطب عليا اصلا ولا حد يواسيني، وبستغرب من الناس اللي اصلا ما حدش واقف جنبي. يا عم انا مش عايز حد يقف جنبي اصلا. اللي انا عايز اقوله لك ان الوقت ده هيعدي وهيمر وهيفوت، ومش هتموت، انت مش هتموت.